شوفي هنا أزيرة، أزيرة 2020، 22، 21، نفس الشكل. شوفوا كيف والله راحت فيها، راحت فيها يا خوي. شوفوا كيف، يا ساتر يا ساتر يا ساتر. الأزيرة ماذا فعلوا بك، ماذا فعلوا بك؟ الجادي السليم فقط. هذا الصدام، يا ساتر يا ساتر. شوفوا والله راحت فيها مدير، شكل الفل كامل والله اعلم. اي والله فل الفل، اللي ابو شاشتين شوفوا فل الفل، الله يعوض عليه. يا ساتر، هذه الشمعة هنا في ملامح أزيرة، لكن هنا الملامح راحت. يا ساتر يا ساتر، الرنج اوف 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 اوف. شوفوا شوفوا، يا ساتر يا رب انهم سلموا من هذا الحادث الشنيع، حادث ما شفته مثله والله، ما شفت حادث. ريحة الحرق حتى الان انا قاعد اشمها، ريحة الكربون يا مدير، هذا انتحار. شوف هنا اغلب اجزاء هذه السيارات تكون من ايش؟ فيبر جلاس. شوف البدي هذا الومنيوم اتوقع، ما ادري، بس شوفوا كيف تاكلت. يا ساتر يا ساتر، هذا انفجار، ده مش حادث. يا ساتر يا رب سترك، يا رب سترك. عجيب عجيب عجيب، يا رب انهم سلموا، بس يا رب. خلينا اشوف، هذا تفتح السيارة ما في الا تشم ريحة الكربون. شوف الحرق، يا الله يا الله يا الله يا الله. يا الله انكتمت انا، لا حول ولا قوة الا بالله. محمود بيقول لي السيارة هذه اخت الوكالة فعليا، سيارة اخر موديل ما فيها ولا شيء، يعني فين المشكلة؟ طيب تريل بوس شفروليه، بس ممكن في صقع من تحت ما ادري. ايوه ممكن في مشاكل ميكانيكية، احنا نتكلم عن الظاهر. زيرو السيارة. اي والله اي والله، زيرو يعني زيرو، ما شاء الله. ريحة الوكالة يا مدير، ريحة الوكالة ما شاء الله. داخليتها حلوة والله، داخليتها حلوة، داخليتها كرت والله. يوه تشوف الرحابة ما شاء الله تبارك الله. فئة تريل بوس، سيارة نظيفة بالله. شيك على هذه السيارة بالله، شيكوا، ما فيها ولا شيء، تمام؟ اقصد ما في ولا شيء يعني قدامكم، فيها بلا، ايش المشكلة؟ ما اعرف، لكن المشكلة الوحيدة في السيارة هذه بس الصقع اللي هنا، هذه المشكلة الوحيدة. غير كذا ركزوا لي على اللون، شوف 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 مع الشمس، ها شوف لون لون ما شاء الله كذا، ازرق كحلي مع كذا لون تاني مع الشمس، اللون بطل بطل بطل. خليني اوريكم داخليتها. محمود يقول ممكن تكون السيارة غرقانة، شوف هذه داخليتها، شوف هذه بورش ماكان من الخلف نظيفة جدا، لكن تعالوا شوفوا شوفوا الواجهية، معدومة 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 بطريقة مجنونة. واجهية مرة لا، خلينا نشوف داخليتها، هذه داخليتها.
خيليتها. والله يكفينا شر الحوادث، اقسم بالله الواحد لما نشوف السيارات بالحالة هذه يدعي الله ان الله ينجيه من الحوادث. تشوف عرض الكفرات ما شاء الله. المهم هذاك الهندي قاعد يصرخ يقول يلا خلص الدوام بيطلعوا يطلعوا. هذا الجينيسيس جي في 70 من اروع سيارات جينيسيس في فئة الجيوب صغيرة الحجم. صراحة انا مرة احب السيارة هذه، مرة احبها، فيها متعة قيادة وفخامة. شوف الداخلية ما شاء الله، شوف تناسق الالوان الديكوريشن، مع ان هذه ما هي فل الفل، بس سيارة جميلة. انا جربت فئة السبورت اللون الاحمر داخلية حمراء، كانت تجربة جميلة، سيارة ناعمة وعزمها قوي كذا. خلاص يلا، في سيارة هنا فولكس واجن اول مرة اشوفها، بصور لكم الان. شوفوا السيارة هذه، انا شفت كل سيارة فولكس واجن عندنا لكن بالطول هذا ما شفت، الحجم هذا ما شفت. ايش هذا؟ بايثون. ايش اسم السيارة هذه؟ مكتوب بايثون. ها؟ هذا مكتوب هنا بايثون، ما ادري. شوف اقراها. فيتون. شوفوا هذا من فئة الاس كلاس صح؟ ايوه. شوفوا كيف الفخامة، طبعا جاي بتصميم كلاسيكي. لفتت انتباهي، شوفوا المساحة. أوبوي الباب قفل علي. والله ما شاء الله السيارة فخمة. شوفوا النوار كيف واسعة. والله مرة واسعة، لفتتني من بعيد والله. اي والله هذه من فئة الاس كلاس، من فئة السيفن سيريس، الاودي شو اسمه الحجم الكبير، اودي اي 8 صح؟ الحجم الكبير ولا اي 7 اي 8 صح؟ كذا خلاص تنتهي تغطيتنا، واتوقع اخر تغطية لي في الامارات. ان شاء الله اني ما قصرت معاكم. وما قصر معي محمود الله يعطيه العافية. بإذن الله بإذن الله، إذا أنتم حبيتوا هالنوع من المحتوى إن شاء الله ما بقصر معاكم. طبعا صورت لكم اسم المكان من بداية التغطية، فبإمكانكم تدخلون موقعهم تشيكون. هم ينزلون السيارات بشكل تدريجي، لكن اللي يزور المكان هنا يقدر ياخذ رقم السيارة ويشيك صح؟ ويشيك يشوف نزلت ولا لا. أوكي طيب، أنا مثلا جيت الآن عجبتني السيارة هذه. حلو. وعطيتهم الرقم. يشيكوا. ها. يكون في رقم هنا. ايوه. بتشيك عليه، بتاخذ الرقم، تدخل على الابلكيشن او على الموقع. بتشوف اذا السيارة نزلت المزاد او لا. او تدخل على المزاد. بتشوف ايش السيارات اللي نازلة هذا الاسبوع. عجبتك سيارة تاخذ رقمها، تيجي بتشيك عليها. وكل اثنين عندهم مزاد. اوكي. كل يوم اثنين ها؟ كل يوم اثنين تدخل على الابلكيشن او على الموقع بتزاود. مزاد الكتروني. ايه ما اليوم اثنين. ايوه اليوم المزاد. اوكي اوريك هو عندي في الابلكيشن. شوفوا هذه سياره من تويوتا بس نسخه امريكيه. يا اخي كل شويه تكتشف شيء. هذه تجي وارد امريكا. والله هنا بحر 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 من السيارات. لو تبي تغطي كل السيارات هنا والله شهر ما تخلص، لكن حبينا نصور ونغطي لكم أكثر السيارات نادرة ومميزة وغالية قديش هنا مرمية. أنا أسمي المكان ده مقبرة السيارات، مقبرة السيارات الفارهة، لأن ما شاء الله كمية السيارات بأنواعها مهول جدا. هنا طبعا يعملون السيارات معاملة منتج، يجيبوا السكينة ويرفعونها على طول. شوفوا الفراري هذه، يا الله جديدة جديدة من الخلف، سيارة نظيفة
لكن من الامام سير معدومه، لكن الداخليه ما شاء الله، يا الداخليه كلام كبير ما شاء الله. اللون هذا عشق صراحه للسيارات الرياضيه، احبه مره مره، فنانه السياره مره فنانه صراحه، سياره فاخره ما شاء الله تبارك الله. بس واجهتها مع انه المحرك في الخلف يعني، ف اذا بتحصل لك واجهيه تظبطها زي السلام عليكم. شوف السياره هذه من نيسان، اول مره اشوفها صراحه. هنا في دبي حتشوف سيارات غريبه عجيبه ما توصلنا الموديلات هذه، واغلبها ما تدخل هنا اصلا، تيجي وتنباع ما ادري فين تروح. طبعا هنا يغسلونها وبعدين يصورونها وينزلونها في الموقع. هنا منطقه التجهيز لعرض السياره في الموقع. والله المكان مره كبير، شوفوا البورش مره كبير، المكان مره كبير. شوفوا البنتلي القديمه برضو موجوده.